السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليك يا فندم، عامله ايه؟ الحمد لله. معلش بقى كنت في الشغل ما لحقتش بقى اغير وكده، انا متاسف والله. يا حبيبي يا بابا، يا حبيبي يا بابا. بابا مين يا ابو سمار؟ مش باباك ده؟ مين ده يا استاذ؟ ده مسمار صاحبهم في الدرس. هند، ايه يا امنيه؟ هو انت ما تعرفيش ليه الميس قالت الحصه دي كل واحد يجيب باباه ومامته معاه؟ يمكن عشان اخر حصه. ممكن يا هند. هو انت قلت لباباك يجي؟ لا انا ما قلتش لبابا. هو انت قلتي له؟ اه قلت له جاي النهارده. ماشي يا هند، يلا يا امنيه. يا غزل. نعم يا مك. انت قلتي لباباك اللي الميس عايزاه؟ اه يا مك، قلت لماما وماما جاي. ماشي يا غزل. مك. نعم يا غزل. وانت قلت لباباك بعد يا مك؟ اه طبعا قلت لبابا وبابا جاي. ماشي يا مك، يلا يلا. مسمار. ها آه. قلت لابوك اللي الميس عايزاه النهارده؟ معرفش يا ابني. مش الميس قالي بكره تجيبوا ابوكوا معاكوا؟ بتضحك عليا يا مسمار؟ انا عارف اللي مخك مهوي. امشي يا مسمار. مساري مساري مساري. انا فرحانه قوي عشان النهارده اخر يوم ليا في الدرس. وانا كمان. وانا كمان. بمناسبه كده يلا نغنوا كلنا بقى مع بعض. يلا. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سو 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 سو، شاف القطه على بس قالت له نو 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 نو. ماما قالت له سيب القطه وخليها بحالها. ساب مدرسته ربى كراسته راح جري شكلها. راح القطه مخربشه ايده لما سدلها. والله العظيم يا مسمار انت الصامولة بتاعت مخك مهوية. اربطها كويس يا مسمار. مين ابو جاي النهاردة؟ انا. ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال. اروح لاول واحد انا احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها وده بيا الحال. ايه رايكم بقى؟ ايه ده يا صالح؟ ايه ده يا ميس انت سامعاني؟ ايوه اول مره اسمع صوتكم حلو قوي. شكرا يا ميس. عاملين ايه يا حبايبي؟ الحمد لله. يا جدل توحشوني قوي قوي لحد الترم التاني. وانت كمان يا ميس. طبعا احنا عارفين ان النهارده اخر حصه في الترم الاولاني. صح. انا قررت اعمل لكم مفاجاه صغيره كده اودعكم بيها وتخلصوا بيها الترم وتبقى ذكرى حلوه في كل دماغ حد فيكم. بيسأل ليه انا قايله لكم تجيبوا باباكم ومامتكم معاكم؟ ليه؟ عشان النهارده عامله لكم حفله التخرج بتاعه الترم الاول. بس الاول نخلص الحصه بتاعتنا الاول وبعد كده نعمل الحفله. تمام. مبسوطين؟ مبسوطين. فرحانين؟ فرحانين. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا نبداوا. يلا. عايزه حماس. 2 في 2 باربعه. 2 في 2 اتنين في تلاتة بستة. اتنين في تلاتة بستة. اتنين في اربعة بثمانية. اتنين في اربعة بثمانية.
الطلاب احنا خلصنا مراجعة وجات الفقرة اللي كلكم بتستنوها، فكرة الشيبسي اللي بيكسب. يلا بينا نبدأوا. يلا جاهزين جاهزين جاهزين. يلا يا أمنية، 2 في 10 بكام؟ ب20. برافو صحفيه. يلا يا أمنية افتحي شوفي حظك ايه. أمنية كسبت نحلة. يلا يا زوزو، 2 في 5 بكام؟ 2 في 5 بالعشرة. برافو. يلا يا زوزو شوفي حظك ايه. الله سقفلها. يلا يا روزا، 2 في 2 بكام؟ ب10. ما هتسقفلها عشان هي بنتي. يا جماعه فيروز زعلانه النهارده ان هي كانت عايزه تتفسح، وانتوا عارفين ان النهارده اخر حصه، بس وعد مني الفيروز بعد الامتحانات ما تخلص هاخدها افسحها وملاي وكل اللي هي عايزاه. خدي يا روزا شوفي حظك. حصالة. يلا يا مكة، 2 في 7 بكام؟ ب14. برافو سقفلها. شاطرة يا مكة. افتحي يا مكة شوفي حظك. بلور. يلا يا هند، 2 في 3 بكام؟ ب6. برافو سقفلها. يلا يلا يا هند شوفي حظك. شكرا. الله ستيكر. ستيكر سقفلها. يلا 2 في 6 بكام؟ 2 في 6 ب12. برافو سقفله. شاطر يا صالح. خد يا صالح شوف حظك. عايزه حماس من الحماس. جاهزين جاهزين. سقفوا جامد. يلا على مين؟ جينا المسمار. 2 في 4 كام يا مسمار؟ 2 في 4 ب8. شوف حظك ايه يا مسمار. مسدس. يا ما شاء الله عليكم. دلوقتي وبعدين عشان خلص الحصه. مساري 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 مساري. اكمل ولا ما اكملش يا مصطفى؟ اسالك سؤال تاني. دلوقتي كلكم جدعين وشاطرين وبسم الله ما شاء الله عليكم، هتنجحوا وتقفلوا الامتحان بكره ولا مش هتقفلوه؟ ماشي. عايزه اشوف شطارتكم، هعمل لكم حفله اكبر من بتاعه النهارده مليون مره. شكرا يا ميس ندى. انا بحبكم وانتم شاطرين وجدعين معايا طول السنه وبجد تعبتوا. السلام عليكم. ازيك يا ميس ندى؟ ازي حضرتك يا ام مكة؟ عامله ايه؟ الحمد لله. مكة قالت لي ان انت عاوزاني، في حاجه ولا ايه؟ مكة عملت حاجه؟ لا دي مكة شطوره وجميله ومن الاوائل. بجد؟ بجد. وان شاء الله بكره هتقفل الامتحان. ربنا يخليكي. بس انا كنت جايباكم النهارده جمعت كل اولياء الامور وقررت ان هم يجوا يحضروا حفله التخرج الصغيره اللي انا عاملاها لهم. ربنا يخليكي والله. قلتي عشان لما يكبروا واللي يطلع مهندس او دكتور او ضابط يفتكر ميس ندى ان هي عملت له حفله تخرج. ربنا يخليكي ليهم. ماشي تعالي يا ماما. حبيبتي يا مكة مشرفاني. يا رب على طول كده تبقى مشرفاني ورافعة راسي. ان شاء الله يا ماما. حبيبتي يا مكة. يلا يا مكة. الله الجهازي. يلا يا مكة يا شطورة. بس يا مكة حلو قوي. يلا يلا يا قلبي. بسم الله ما شاء الله عليكي يا حبيبتي.
بكره ان شاء الله تكبروا وتتخرجوا من الكليات وتلبسوا نفس اللبس ده. وهتعزموني ولا مش هتعزموني؟ هتعزموني ان شاء الله. ماشي. ايه رايك يا مكة؟ حلو قوي. حلو قوي يا ماما. بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبتي. شكرا يا ميس ندى. يلا بقى ينفع اخد لكم صوره؟ ايوه طبعا. شكلك زي القمر، جميله والله. شكرا يا ميس ندى. الطقم ده هديه مني ليكي عشان تفتكريني بيه على طول. بجد؟ ربنا يخليكي. انا مبسوطه قوي. وانا فرحانه يا حبيبتي. ينفع تصوريني بقى معاها؟ ايوه طبعا حاضر. كل الصور اللي هنصورها النهارده هتيجي على جروب الواتساب، هبعتها لكم بالليل. حاضر. الله الصوره حلوه قوي. صورتك الصوره حلوه قوي. عايزه حاجه مكوكه؟ لا عايزه سلامتك يا ميس. بكره هترفعي راسي وتقفلي الامتحان ان شاء الله. ان شاء الله هتطلعي الاولى ان شاء الله. ان شاء الله. يلا باي باي يا كوكا. باي باي. ندى ازيك يا ابو صالح؟ عامل ايه؟ صالح عامل مع حضرتك ايه؟ الحمد لله كويس 100 100، وطالع من الاوائل ان شاء الله بكره. ان شاء الله. انا كنت جايبه حضرتك وجايبه اولياء الامور كلهم عشان يحضروا. يا حبيبي يا بابا. يا حبيبي يا بابا. انا مش ابوك يا ابني، انت مين؟ يا بابا يا حبيبي. مسمار يا ابني. ده ابويا انا، انت بتحضنه ليه؟ مين ده يا صالح؟ يا بابا ده مسمار واحد صاحبي، بس هو طيب حبه. يا حبيبي ده مش بابا. مش ابوك يا ابني. يعني ده مش بابا؟ لا يا حبيبي يا خاله. ده مارك يا ابني. ايه يا ابني؟ يا حبيبي يا خالي. خالك مين يا ابني؟ مش خالك. روح اقعد مكانك يا ماما. انت مين؟ انت بابا. طب روح يا حبيبي روح. ده شكله مشكله. كنت حابه حضرتك بقى بمناسبه اخر يوم في الفصل الدراسي الاول ناخد الصوره بلبس التخرج مع صالح. تمام ماشي. انا مبسوط منك يا صالح. وانا مبسوط منك يا حبيبي يا بابا. انا مبسوط منك ان انت مشرفني وارفع راسي. وانا بحبك قوي يا بابا. بكره عايزك تقفل الامتحان ان شاء الله يا بابا. مش عارفه اشكر حضرتك ازاي، حضرتك ووالدته على مجهودك الرائع ده مع صالح. ربنا يخليك يا رب. يلا يا صالح. يلا جدع يا صالح. اللبس جميل عليك، وكان لسه مكة لابساها شكلها جميل قوي. حلو قوي عليك يا صالح. يلا مبسوط يا حبيبي؟ مبسوط قوي يا بابا. الناجح يرفع ايده. هي. الناجح يرفع ايده. هي. الناجح يرفع ايده. هي. يلا يلا اقف بقى اتصور مع بابا. يلا جميل يا صالح. ينفع تصور بقى معايا؟ ماشي. الله الصور حلوه قوي. الصور ان شاء الله هتتبعت على جروب الواتساب بالليل ان شاء الله. تبقى ذكرى حلوه مننا ليك كده يا صالح. شكرا يا مين. انا بشوفكم في الكليه بتتخرجوا ان شاء الله يا مين. ان شاء الله. شكرا يا ميس ندى. العفو. على ايه؟ باي باي. تعالى يا صالح. باي باي يا مين. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليك يا فندم. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. معلش بقى كنت في الشغل ما لحقتش بقى اغير وكده، انا متاسف والله. يا حبيبي يا بابا. يا حبيبي يا بابا. بابا مين يا؟ ده مسمار مش باباك ده. مين ده يا استاذ؟ ده مسمار صاحبهم في الدرس. انت بابا. بابا ايه يا بابا؟ ازيك يا هند يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. مين ده هند؟ ده زميلي في الدرس مسمار، بس هو طيب، بس بيطلع من الاوائل يا بابا. بص يا مسمار، انت اسمك مسمار؟ اه. انت اسمك الحقيقي يا حبيبي مسمار برضو؟ انت ابوك نجار انا ولا ايه؟ ولا انت اخو الشاكوشي اللي بيغني؟ ما انتوا كلكم نجارين. اي حد هيدخل يا مسمار هتقول له يا بابي. ايوه ده بابا. يا لا انا مش بابا. انت فين ابوك؟ ما جبتوش معاك. انت ده بابايا. صح يا ميس، ما قلتلوش. طيب خلاص كل حد يخش. بابا بابا وانت ما عزمتش ابوك ليه اصلا يا مصطفى؟ لا انت بتضحكوا عليا. ده بابا. يا ده انا مش بابا. يالا يا استاذ ده انت بتعملها ازاي ده والله؟ يا حبيبي انا مش بابا. مسمار ينفع اتكلم مع عمو لو سمحت؟ انت بتضحك عليا. امال انا مين؟ بابا. يالا مش بابا والله.
على خير يا استاذ علاء، كنت عايزين حاجه؟ انا كنت جايبه حضرتك عشان اقول لك ان بنتك بسم الله ما شاء الله عليها من المتفوقين، وان شاء الله بكره هتطلع من الاوائل. يا حبيبي يا بابا. يا ابني استنى، انا مش بابا. ربنا يخليك يا هند يا رب. يخليك ليه يا بابا؟ دايما كده رافع راسي. والنهارده انا كنت عامله لهم حفله صغيره كده للتخرج بتاعهم من الترم الاولاني، فكنت جايبه لها لبس التخرج وحابه تتصور مع حضرتك. ربنا يخليك يا ميس وربنا يخليك. يا مسمار انت تنزل ماسكه كده كتير، اقعد يلا. لا ده بابا. يا حول الله يا رب يا مسمار. طب تتصور معانا؟ طيب ماشي يا بابا. لو استاذ خليه يتصور معانا، انا ابوه مش مهم. طب البس ايه عايزك تمشي. هلا قول يا بابا. بابا ايه ده؟ مش بابا يالا. تعالي يا هنا، سيبني افرح ببنتي بقى شويه اهو. يلا يلا. ازاي ده؟ تعالي يا هنا. يا مسمار رجعتني يا بابا. ايه يا مسمار؟ فين يا حبيبي مالك؟ مسالي مسالي يا هنا. سيبني يا حبيبي افرح ببنتي بقى. الله يا هند الله، ايه الحلاوه دي يا هند؟ شكرا يا بابا. بس مسمار لو سمحت. حاضر حاضر يا فندم. اه لبسك يا مسمار اللي انت عايزه يا مسمار. يا حبيبي يا حبيبي يا بابا. تعالى يا مسمار البس يا مسمار. تعالى يا هند. مسمار انت لو طلعت الدكتور اللي هيحصل في البلد يا مسمار. شكرا. هو انت ينفع تبقى دكتور يا مسمار؟ تعالى يا فندم. ان شاء الله طلابي دكاتره ومهندسين وضباط. مسمار لا، انا عليك ايه؟ تطلع ضابط. طيب ايه مسمار؟ لا ضابط. لا لا على فكره ده اشطر واحد في الدرس والله. مسمار عالضحك كده كله عالضحك كده. 2 في 2 بكام يا مسمار؟ باربعه. شفت؟ بسم الله ما شاء الله عليه جدع يا مسمار. يعني والله العظيم تصدقت امني بالله انا حبيته. تعالى بس صور معايا بقى. انت الطايه مش داخله دماغك يا مسمار. انت حد قاعد على دماغك وانت صغير. تعالي هند يا حبيبتي. استني يا هند عدلها لك. ينفع تصورني بيه؟ اه طبعا. اه طبعا يا استاذ، ده انت فوق راسنا والله. تعالي يا حبيبتي. الله اتهند. اطلع كده اصور هو وتوميس لوحده. تعالى كده صور ميس. انا عايز اصور. يا ما انت صورتك خلاص. صور. انا عايز اصور. يلا صور ميس. يا حبيبي يا بابا. خليك يا ميس خليك يا ميس، انا بسهيه شويه. استني اتسنى. طيب يا عم انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت يا ابني يا حبيبي يا بابا. ان شاء الله على الواتساب هتتبعت لك بالليل. ربنا يبارك لك رب ويحميك يا رب. يبارك لك في بنتك هند وشوفك. يلا يا هند. مساري يلا يا هند. اقلع اللبس يا هند يلا. لا لا ده هدية مني ليها. لا والله. اه والله. ربنا يبارك لك. عشان تقعد فاكراني على طول بيه. ربنا يبارك لك يا ميس. مبسوطة يا هند؟ قوي يا بابا. راسي بكرة من الأوائل. إن شاء الله يا ميس. إن شاء الله. مشرفاني دايما يا هند يا حبيبي. سلام يا ميس. سلام يا يا بابا. اعتبروا بابا خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا ميس؟ حبيبتي زوزو. وانتي يا حبيبتي عامله ايه؟ لا انا تيتي اتغزل. شكلك صغير خالص يا تيتي. ربنا يخليك يا حبيبتي. امال فين ماما؟ مامتها معلش تعبانه شويه ما قدرتش تيجي. الف سلامه عليها. الله يسلمك. في حاجه ولا ايه؟ لا ما فيش. حضرتك عارفه طبعا ان النهارده اخر حصه في الترم الاولاني. أيوة. فانا قررت اعمل لهم حفله تخرج كده واصورهم مع باباهم او مامتهم. بس طالما حضرتك جيتي هتتصور معاكي. ايه الذوق ده كله ده؟ ربنا يخليك. يلا يا زوزو. الله يا زوزو على العسل يا زوزو. يلا يا زوزو. يا رب اشوفك دكتورة يا زوزو. ان شاء الله تشوفيها احلى دكتورة باذن الله. تعالي يا زوزو يا قمر. ايه الحلاوة دي يا زوزو؟ شكرا. يلا ان شاء الله تشوفوها احلى بنت في الدنيا دي كلها. ربنا يخليك وان شاء الله هتقفل الامتحان بكره. ربنا يخليك باذن الله. يلا يا زوزو. الله يا زوزو وريك كده يا زوزو. سلام ما شاء الله. الله اكبر يا زوزو. يلا يا زوزو عشان تصور. بسم الله ما شاء الله عليك يا غزل. ان شاء الله اشوفكم الاوائل على طول باذن ماشي. الله شكرا لحضرتك واسفين على تعبك. ربنا يخليك يا ميس. شكرا لذوقك انت يا ميس. يلا يا زوزو. ماشي. طب ده هديه مني ليكي. ماشي بجد يا ميس؟ ايوه بجد. شكرا يا ميس. شكرا يا ميس. لا ودي يا زوزو كده ايه العسل ده؟ شكرا يا تيتا. يلا حبيبه تيتا يلا مبسوطه؟ اه يلا.
ايه يا امنيه؟ فين بابا ولا ماما؟ قوليلي بقى يا امنيه، ايه اللي مزعلك؟ بصراحه يا ميس انا زعلانه من نفسي قوي. ليه يا حبيبتي؟ ما انت شطوره وجميله. عشان انا كسفت اقول لبابا ان احنا النهارده عندنا حفله تخرج وتعالى يا بابا معايا. يعني انت ولا قلتي لبابا ولا لماما؟ اه. ليه بقى؟ عشان بابا شغال مكواجي وخفت حد من صحابي يستعر مني ويستعر من بابا، يقولولي كلام وحش على بابا وانا هتضايق. بعد كده اتفاجئت ان كل صحابي شغالين نفس الشغلانه اللي بابا شغالها، مثلا سباك وامن وكده. بس انا فكرت مثلا ايه صحابي مثلا اللي ابوهم دكتور ومهندس، وانا الوحيد اللي بقى اخوي ابويا مكواجي. بصي يا امنيه، حتى لو ابهات صحابك ومامتهم دكاتره ومهندسين، فباباكي لو بيشتغل قهوجي دي حاجه ما تعبهوش. هو بابا بيعمل حاجه غلط؟ لا. بيسرق عشان يجيب لك الفلوس؟ لا. بيعمل اي حاجه تضايق امنيه؟ لا خالص. طب احنا ليه نستعره منه؟ ده باباكي ده تشيليه فوق راسك وتفتخري بيه كمان. كفايه ان هو بيجيب لك الفلوس الحلال. عارفه فلوس بابا الحلال دي خلت امنيه تاخد درس وتبقى شاطره، خلت امنيه تقفل امتحاناتها كلها. صح ولا انا غلطانه؟ صح يا ميس. يبقى اللي امنيه عملته ده عملت غلط كبير، بابا ده تفتخري بيه قوي، تبقي مبسوطه كمان. صح كلامك. صح صح يا امنيه. وانا بعد كده مش هستعر من بابا تاني وافتخر بيه قدام صحابي كله. جدعه، هو ده اللي انا مستنياه من امنيه. ماشي يا امنيه. انا ماشيه. لا ماشيه ايه، انت هتلبسي لبس التخرج وانا هتصور معاكي كمان. ايه ده بجد؟ ايوه بجد. يعني عادي من غير بابا يعني؟ هتصور معاكي هنا ولما تروحي البيت تصوري مع بابا بيه. واخده ليا عادي في البيت؟ هتاخدي ليكي طبعا زي باقي اصحابك. شكرا. هسيبي ده بقى. يلا يا حبيبه قلب. يلا يا شكله حلو قوي عليك يا امنيه. شكرا يا فيروز. ايه الحلاوة دي والجمال ده كله؟ زي القمر. يلا يا أمنية. الله شكلك زي القمر. شكلي حلو؟ جميلة بجد؟ والله جميلة. شكرا يا ميس، ربنا يخليك يا رب. يلا تعالي نتصور. تعالي فيروز معانا في الصورة. جميلة يا أمنية. شكرا يا ميس. يلا بقى روحي فرحي بابا. أنا بحبك قوي يا ميس. وأنا بموت فيكي. يلا يا حبيبة قلبي. حاضر. بالنسبة ليكي بقى أنت يا فيروز، أنا خلصت الدروس وفضت لك خلاص ملاهي وفسح وخلي اللي أنت عايزاه. بس قبل كل ده هتلبسي لبس التخرج. تعالي يا روزا. يلا يا قلبي. يا جميلة عزو غنون يا جميلة، يا رب اشوفك كبيرة كده وشطورة. فيروزة بقى لما تكبر تطلع مهندسة ولا دكتورة؟ دكتورة. دكتورة؟ اه. دكتورة ايه؟ اطفال؟ اه. ماشي. تعالي يا روز. تعالي بقى اصورك هنا. الله على القمر. امسكيها يا روزة كده عشان اصورك بيها. يلا واحدة بس بايد واحدة. يلا يا روز. يلا بينا نتفسحوا بقى. يلا بنفس اللبس. يلا بينا. بابا